الساعة 9 صباحا، المكان الميناء الجاف برويبا. فرادى وجماعات قصدوا المزاد العنني من جهة الوطن الأربع، جاءوا علهم يجدون ضالتهم هنا، هي مهنتهم. وكغيره ممن يمتهنون هذه المهنة، يدخل أحمد الميناء الجاف قاصدا مكان إقامة المزاد. اليوم هناك 291 حصة، ولا بد من الاستعداد جيدا. بون نديرو لا فيزيت حنا قبل ما يحطوا لا فونت، عندك ان جورني دو فيزيتي فيها وتماركي في الكارني كيما راني هنا كيما راك تشوف فيا هنا بارلو، ودير استيماسيون تاعك وتشري نورمال. قبل يومين زار المزيدون الحصص التي ستعرض للبيع، سجلوا كل شيء وحددوا اهدافهم. أعوان الجمارك يضعون اللمسات الأخيرة لانطلاق المزاد. يعم الصمت القاعة استعدادا للبدء. يعتلي المنادي المنبر وتنطلق العملية. كما تلاحظون أكثر من 2000 مزايد حضروا اليوم، وراهم يتنافسوا للحصول على الحصص على مستوى مديرية الجهوية. 65 65 70. لا صوت يعلو هنا على أصواتهم، يزيدون بينهم، يرفعون أيديهم، هي لغة الأرقام هنا وهي تعني الملايين. وفي أحيان كثيرة يتحول المكان إلى حلبة للملاسنات، وأحيانا أخرى تتعداها إلى المناوشات. أموال تاع الشعب راه يروح باطل، يروح باطل، يروح باطل، يديو فيه، يديو فيه باطل، ما تقدرش تشري، ما تقدرش تلف يدك يقطعوها لك، والله تلف يدك يقطعوها لك، تلف يدك يقطعوها لك. عناب، اسكيكدا، الواد، هذو كاع ما تقدرش تشري فيهم، ما تقدرش تشري، تلف يدك يقطعوها لك. اللوط، اللوط تاعك شحال زوا؟ اللوط تاعي زوا 200 مليون. شحال تباع؟ نباع بمليار. ما نعرف ولا راهم يسرقوا في دراهم ولا راهم يجيبوا في دراهم، ما على باليش. يراهن أحمد على حصتين، يحاول فرض كلمته بين جمع المزايدين. هنا إما أن تكون أو لا تكون، وتعود إما عامراً أو خاوي اليدين. لو كان ما درفتش يدك، لو كان ما تعيطش، لو كان ما تديش الحماس ما تشريش. إيه، وكل واحد هنا يجي على معين اللي يشريه، وكاين اللي ما يشريش، كاين اللي يشري حطرة واحدة أخرى، كل واحد كيفاش. أن تتحكم في كل هؤلاء وتضمن الأمن مهمة صعبة، لكن السيطرة على الوضع واجبة. المكان هناك عدد أكبر عدد من الجمركيين يقومون بحراسة الموقع، وهذا ما ينفيش أنه بعض التجاوزات ربما من بعد شفتوا كان بعض المزايدين ما عرفناش اللي حضروا معهم سيوف وسكاكين إلى آخره، وهذا بين التحديات اللي نواجهها في كل عملية بيع من مزاد العالمي. هي تجربة أولى راهنت على نجاحها المديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجية بتنظيمها لمزاد علني اجتمعت فيه 8 قباضات جاءت محملة ب291 حصة، يزيد عليها ما يقارب 2000 تاجر بقيمة تقديرية تتجاوز 40 مليار سنتيم.